بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني الإمام الجواد عليه السلام من كتاب الكافي الشريف الحديث الحادي عشر إسماعيل ابن إبراهيم قال للرضا عليه السلام إن ابني في لسانه ثقل فأنا أبعث به إليه غدا تمسح على رأسه وتدعو له فإنه مولاك فقال هو مولى ابي جعفر فابعث به غدا اليه اسماعيل ابن ابراهيم كان له ولد صغير وفي لسان هذا الولد ثقل لا يتمكن من ان يتكلم بطريقه طبيعيه فاراد ان يرسله الى الامام الرضا عليه السلام ليمسح عليه فيشفيه الله سبحانه وتعالى من هذه العله التي فيه فامره الامام الرضا عليه السلام بان يبعثه الى الامام الجواد وقال ان مولاه الامام الجواد هذا خلاصة هذا الحديث، وبشكل مختصر نتكلم عن موضوعين، الموضوع الأول موضوع التبرك والاستشفاء بالأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، والموضوع الثاني حول كلمة المولى، اما الموضوع الاول فان الله سبحانه وتعالى ترجع الامور اليه كلها واذا هناك تاثير لشيء في شيء فانما هو لان الله سبحانه وتعالى اراد ذلك النار محرقه اذا انت القيت حطبا في النار النار تحرق ذلك الحطب او اي شيء قابل للاشتعال لماذا النار محرقه لان الله سبحانه وتعالى اوجدها بهذه الكيفيه ليس النار بنفسها هي التي اوجدت الاحراق فيها بل لان الله سبحانه وتعالى اراد ذلك ولذا حينما شاء الله سبحانه وتعالى سلب الاحراق عن النار كما في قضيه ابراهيم عليه السلام قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وهكذا جميع الاسباب والمسببات في العالم الاسباب باراده من الله سبحانه وتعالى تارة الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون السببية عامة. هذه العلل والمعلولات الطبيعية التي نراها. نحن ننسب المعلوم المعلول إلى علته، لماذا؟ لأن الله شاء أن تكون هذه العلية علية عامة. الثلج يولد البرودة مثلا. أي ثلج في أي مكان هو بارد، مثلاً. وهكذا سائر الأسباب والمسببات الطبيعية. إذا أنت نسبت المعلول إلى علته، مع علمك بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد العلية، هذا بيان للحقيقة. وليس شركا بالله لأنك نسبت شيئا إلى غير الله لا أنت نسبت المعلول إلى العلة مع علمك بأن هذه العلية من الله سبحانه وتعالى واحد عند ولد تقول من أولد هذا الولد تقول إن الذي أولده هو أبوه مع علمك بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هذا كلام عين التوحيد وليس شركا وهكذا صار الموارد أحيانا الله سبحانه وتعالى يجعل علية خاصة وليست علية عامة الذي جعل ذلك الشيء علة في مورد خاص هو الله سبحانه وتعالى فإذا نسبت المعلول إلى علته الخاصة مع علمك بأن الله هو الذي أوجد هذه العلية فهذا عين التوحيد. إلقاء عصا على وجه الأرض هذا ليس سبباً لتحول تلك العصا إلى ثعبان أو إلى حية، لكن في عصا موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى شاء جعل العلية الخاصة، يعني موسى حينما يلقي هذه العصا الخاصة تتحول تارة إلى ثعبان، تارة إلى حية تسعى. فإذا أنت قلت أن موسى ألقى العصا فحولها إلى ثعبان بإذن الله. مع علمك بذلك بان الله هو الذي اذن بذلك. فهذا عين التوحيد. فرق المسلمين عن النصارى في معاجز عيسى عليه السلام. شنو هو؟ الفارق ان المسلمين يقولون ان عيسى احيا الاموات باذن الله. ابرأ الاكمه والابرص باذن الله. أخبرهم بالغيب بما يدخرون وما بما يأكلون ويدخرون في بيوتهم بإذن الله كما نطقت به سورة المائدة مثلا وسورة آل عمران وغيرهما من السور هذا يقوله المسلمون وهو عين التوحيد إثبات العلية والمعلولية الخاصة بلمسة يد عيسى يبرئ الأكمه هذا خاص بعيسى لكن بإذن الله. النصارى ماذا يقولون؟ يقولون إن عيسى هو الله، أو هو ابن لله، ما صنعه من معاجز، إنما هو كان مستقلا فيها، مو بإذن الله، هو اللي سواها. ولذلك من هذه الجهة أشركوا، كما أنهم أشركوا من جهات أخرى. حينما تاتي الى مثلا قميص يوسف عليه السلام قميص يوسف قميص ظاهره كسائر القمصان لكن الله سبحانه وتعالى شاء ان يكون فيها ان تكون بركه ان تكون بركه في هذا القميص ولذلك نبي الله يوسف يرسل هذا القميص لنبي الله يعقوب عليهما الصلاة والسلام، فيعقوب يضع هذا القميص على وجهه فارتد بصيرا، هذه البركة في هذا القميص، مع علمك بأنها بإذن الله هو عين التوحيد وليس شركا. الله سبحانه وتعالى جعل البركه في الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام. الله جعل هذه البركة. وجعلني مباركا أينما كنت. والبركة الخير الثابت. زين اذا واحد مثلا فيه عله اكمه ابرص عيسى بلمسه يد باذن الله يبرئه او سائر الانبياء يصنعون مثل هذا الصنيع فلا محذور فيه تجي الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله والائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام والرسول محمد واله هم افضل من الانبياء. اذا الله سبحانه وتعالى شاء ان يجعل البركه فيهم او في اثارهم، وانت تعتقد بالبركه فيهم او في اثارهم ولكن تعتقد بان الله هو الذي جعل هذه البركه، فهذا عين التوحيد. زين في هذا الحديث اسماعيل ابن ابراهيم عند ابن في لسانه ثقل زين الامام الرضا او الامام الجواد يمسح عليه فالله سبحانه وتعالى بهذه اللمسة يشفي ثقل لسانه فهذا عين التوحيد لأن الله هو الذي أذن بذلك، وهذا مو أصعب من إبراء الأكمه والأبرص بلمسة يد. هذا بالنسبة إلى الموضوع الأول. الموضوع الثاني في هذا الحديث الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول بالنسبة إلى ابن إسماعيل ابن إبراهيم: هو مولى أبي جعفر. كلمة المولى في اللغة العربية لها استعمالات ومعاني من جملة الاستعمالات الأولى بالتصرف طبعا إذا كلمة لها استعمالات مختلفة أو معاني مختلفة تمييز المعنى المراد يكون عبر القرائن الله سبحانه وتعالى في القرآن حول أهل النار يقول هي مولاكم يعني النار مولاكم، يعني شنو النار مولاكم؟ يعني أولى بكم ليست الجنة أولى بكم ولا الأعراف أولى بكم، بل النار أولى بكم، إحنا قرينة تبين ان المولى هنا ليس بمعنى المحب او الناصر مثلا، وانما بمعنى الاولى به. هذه قرينه حاليه او مقاليه. في عكس ذلك الرسول صلى الله عليه واله في يوم الغدير يقول: الست اولى بكم من انفسكم؟ قالوا بلى. لان الايه الشريفه ماذا تقول؟ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. فالرسول مهّد وذكر مضمون هذه الايه في كلامه، قال: الست اولى بكم من انفسكم؟ قالوا: بلى، قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذه قرينه مقاليه على ان مراده من المولى في هذا الكلام انه اولى بالتصرف في انفسهم منهم، وهذه معنى الامامه، كما ان الرسول اولى بالتصرف بالمؤمنين من انفسهم، كذلك من بعده امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام اولى بالتصرف بالمؤمنين من انفسهم. هسه واحد يجي يقول هنا المولى يعني المحب الناصر، هذا خلاف القرينه المقاليه، وايضا القرينه الحاليه الرسول صلى الله عليه واله في الحر الشديد يتوقف في الصحراء ويأمر الذين هم قد كانوا في المقدمه ان يرجعوا، والذين هم في المؤخره انتظرهم حتى يجتمعوا ثلاثة أيام يجمعهم في هذا الحر الشديد ثم يرفع يد علي عليه الصلاة والسلام ويقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه يعني هذه القرينة الحالية تبين أن القضية التي يريد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وآله القضيه قضيه كبيره جدا مو انه مجرد ان يريد يبين لهم انه مثل ما انا انصركم علي بن ابي طالب ينصركم او مثل ما انا احبكم علي بن ابي طالب ايضا يحبكم اذا واحد عنده عقل ينظر الى هذه القرينه الحاليه اضافه الى القرينه المقاليه فاذا المولى بمعنى الأولى بالتصرف هذا الراوي إبراهيم بن إسماعيل قال للرضا عليه السلام إن ابني في لسانه الثقل فأنا أبعث به إليك غدا تمسح تمسح على رأسه وتدعو له يبين أنه الراوي يعلم بأن الشفاء من الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الشفاء في لمسه يد الامام الرضا وفي دعائه عليه الصلاه والسلام فانه مولاك فانه مولاك يعني انت اولى بالتصرف فيه لان المولى كما يطلق على السيد يطلق على العبد ايضا فقال هو مولى ابي جعفر المقصود شنو هو المقصود أنه لعل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين له أن هذا الصبي الصغير لا يعيش إلى أن يبلغ حتى يعلم بإمامتي ويذعن لها، وإنما حين بلوغه الإمامة تكون في الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. او المعنى كما اني مولاه كذلك الامام الجواد مولاه فأراد الامام الرضا عليه الصلاه والسلام ان يبين له ولغيره ان الامامه من بعده للإمام الامام الجواد عليه السلام، فقال هو مولى ابي جعفر فابعث به غدا اليه. حديث اخر حديث لطيف عن محمد بن الحسن بن عمار قال كنت عند علي بن جعفر بن محمد جالسا بالمدينه علي بن جعفر اخو الامام موسى بن جعفر عليه الصلاه والسلام هو عم الامام الرضا وعم والد الامام الجواد لأن علي بن جعفر عمر ثمانين سنة أو أكثر فهو أدرك الإمام الصادق والده وأدرك الإمام الكاظم أخوه وأكثر الرواية من الإمام الكاظم وأدرك الإمام الرضا يصير عم الإمام الرضا وأدرك الإمام الجواد عم والد الإمام الجواد كنت عند علي بن جعفر ابن محمد جالسا بالمدينة، وكنت أقمت عنده سنتين أكتب عنه ما يسمع من أخيه يعني أبا الحسن، لأن علي بن جعفر أكثر الرواية عن الإمام موسى بن جعفر، يعني غالب رواياته علي بن جعفر عن أخيه موسى، إذ دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي الرضا المسجد مسجد رسول الله. علي بن جعفر كان يدرس ويلقي الأحاديث التي سمعها من أخيه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله عند حلقة درسية وكان الرواة يجتمعون ويكتبون ما يلقيه من أحاديث أحدهم الراوي لهذا الحديث اللي هو محمد ابن الحسن ابن عمار ابن, عم ابن عمار فوثب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء. علي بن جعفر شيبة ثمانين سنة عمره أو أكثر. الإمام الجواد صبي صغير تسع سنوات، عشر سنوات، وفي النسب يصير عم والد بمجرد أن أن دخل الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، علي بن إبراهيم حسب تعبيرنا كأنه تكهرب، وثب، طفر. مثل بقى احيانا مثلا تشوف عظيم يدخل في مكان الذين يحترمونه بسرعة يقومون اجلالا له ويذهبون لاستقباله فوثب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء مثل واحد انه مستعجل جدا يريد يؤدي واجب الاحترام العباءة لم يضعها على ظهره ولم يلبس حذاءه فقبل يده وعظمه ذهب إلى الإمام الجواد وقبل إيده وعظم يعني تواضع أمامه فقال له أبو جعفر يا عم اجلس رحمك الله بس أنت أقعد استمر في درسك فقال يا سيدي كيف أجلس وأنت قائم أنت إمام مفترض الطاعة تكون قائمًا تكون قائمًا وأنا أجلس بين يديك هذا خلاف الاحترام ما يصير هسه الإمام الجواد صلى في المسجد أو قضى حاجته من الدعاء مثلا في المسجد وذهب بعد ذلك رجع علي بن جعفر إلى مجلسه فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه جعل أصحابه يوبخونه ذول اللي حاضرين تلاميذه يكتبون الأحاديث اللي رواها عن أخيه الإمام موسى بن جعفر جعلوا يوبخونه يلومونه يقرعونه ويقولون أنت عم أبيه وأنت تفعل به هذا الفعل بس أنت شيبة وذاك صبي صغير بس هذا ما يخالف بس أنت من حيث النسب الاجتماعي يعني اجتماعيا انت اولى منه، انت كبير العشيرة وانت عم ابيه وتصنع هذا الصنيع بس ما يجي تقوم تطفر وتركض بطرفه روح بدون حذاء بدون رداء تقبل ايده وتقف الى ان ينصرف وما مستعد تجلس بين يديه تعظيما له وطبعا بين قوسين يعني أحيانا أكو بعض الناس يتصرفون التصرف الصحيح، لكن أكو مجموعة من الناس من حواليهم يثبطونهم، واحد مثلا يدفع صدقة، يدفع الحقوق الشرعية الواجبة، يثبطونه ليش دفعت صدقه ليش فعلت كذا ليش دفعت الحقوق الواجبة ليش 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 يثبطونه وأحيانا هذه التثبيطات تؤثر لا يا شريفة تقول يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هو بخيل بعدين إذا واحد هم يريد يتصدق يريد ينفق يريد يأسس مشروع يثبطونه هسا أنت شنو ضررك؟ إذا واحد غيرك من فلوس مو فلوسك، من فلوسه يسوي مشروع خيري مثلاً. هسا هذا علي بن جعفر ده يحترم إمام زمانه. أنتم ليش تثبطونه؟ مثلاً. ويقولون أنت عم أبيه وأنت تفعل به هذا الفعل. فقال: اسكتوا. هو كان إنسان عظيم. هذا علي بن جعفر، لذلك ما تأثر بكلامهم هذا، فقال: اسكتوا اذا كان الله عز وجل، وقبض على لحيته، لم يؤهل هذه الشيبه، واهل هذا الفتى، ووضعه حيث وضعه، انكر فضله؟ الله سبحانه وتعالى جعل الامام الجواد اماما جعله اهلا اصطفاه للامامة عصمه اما اني ولو عم ابي هذه اللحية البيضاء لم يجعلها قابلة للامامة زين لانه اني عمري اكبر منه ولانه اني عم والده انكر فضله واتكبر عليه او لا احترمه الاحترام اللائق به اسكتوا إذا كان الله عز وجل وقبض على لحيته، هذا حكاية حاله، لم يؤهل هذه الشيبة، وأهل هذا الفتى، ووضعه حيث وضعه، يعني أهله للإمامة، وجعله إماما، وفرض طاعته على الجميع، وأنا من الذين افترضت طاعته علي. أنكر فضله؟ استفهام إنكاري نعوذ بالله مما تقولون الإنسان حينما الناس يأتون ويقولون كلام لتثبيط عن قيام بالواجبات لازم يستجير بالله سبحانه وتعالى لأنه أحيانا كثيرة الإنسان يتأثر بكلام الناس يريد يثبطك أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لا تتأثر بتثبيطه التثبيطات لا تأثر بك يعني إيمانك يكون قوي أحيانا الأجواء تؤثر على الإنسان بحيث أنه يخالف أوامر ونواهي الشرع الأقدس مرأة محجبة في بيئة غير محجبة ويستهزئون بها ويوبخونها ويلومونها احيانا تتاثر بهذه الاجواء فترجح رضا الناس على رضا الله سبحانه وتعالى واحيانا الايمان قوي لا تتاثر بهذه الاجواء وتحتسب ما يجري عليها من الاستهزاء واللوم والتقريع والذم عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يثيبها على ذلك نعوذ بالله مما تقولون بل أنا له عبد العبد بمعنى المطيع بس البعض يجي مثلا يقول لماذا تسمون بعبد الحسين هذا الشرك كلا أولا العبد بمعنى المطيع من معانيه هذا الذي يسمي ابنه بعبد الحسين مثلا لا يؤله الحسين عليه السلام يعلم بأن الحسين مخلوق لله سبحانه وتعالى وإنما يقول هذا يطيع الحسين لأن الرسول هو الذي أمر لأن الله هو الذي أمر بإطاعته الله سبحانه وتعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم ما قال من عبادي قال من عبادكم لان العبيد يطيعون مواليهم لذلك اذا قلت ان فلان عبد زيد هذا كلام صحيح لانه يطيعه وايضا حتى العامة يرون ان واحد من بني اعمام الرسول صلى الله عليه واله كان اسمه عبد المطلب عبد المطلب ابن حارث ابن فلان ابن عبد المطلب ابن عم الرسول والرسول أقره على اسمه ما غيره الرسول كان يغير الأسماء التي فيها عبادة للأصنام عبادة الأصنام وطاعة الأصنام لا يجوز رب إنهن أضللن كثيرا من الناس اما اطاعة ولي الله فهذا جائز بل قد يكون مأمورا به بل انا له عبد يعني انا مطيع له كما ان العبيد يطيعون مواليهم في كل شيء انا ايضا هذا اعلم انه اماما اعلم انه امام فاطيعه في كل شيء وهناك احاديث اخرى في هذا الباب نتركها الى حلقات قادمه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين